السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من ضيوفي دايما بيقولوا جملة بتتقال وبتتكرر وبتمر كده مرور الكرام، كلمة قوى مصر الناعمة. نتكلم عن الثقافة، قوى مصر الناعمة، الأزهر الشريف، قوى مصر الناعمة، الفن، السينما، ولكن في حاجة من قوتنا الناعمة المؤثرة جدا في الغرب احنا مش واخدين بالنا منها وما بنركزش عليها. الآثار المصرية هي كده ربنا خلق الناس اللي بره بيحبوها، بيحبوا ما وجد على أرض مصر من آثار. المتاحف التي تعرض آثار مصرية بنلاقي أهل الغرب بيتوافدوا عليها بالمئات وبالآلاف يوميا، كل يوم وكل أسبوع وطول السنة. ولو طلع معرض من المعارض بتاعتنا اللي بيعرض بعض الآثار اللي مش موجودة هناك، الناس بتروح هناك وتقف طوابير عشان خاطر تتفرج عليها. المحاضرات اللي بتتعمل هناك الناس بتحضرها وبتشوفها. طبعا عارفين شهرة الدكتور زاهي حواس موجودة عاملة ازاي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق لمصر مكاسب كثيرة جدا بتواجده وبجولاته اللي بيعملها، وكان بيعملها وجابت لمصر سمعة طيبة في هذا القطاع المهم. صديق ليا عمل الكلام ده مؤخرا، تواصلنا فقلنا هو الكلام ده فعلا بيحصل؟ قال لي بيحصل وحصل وهيحصل. الصديق قابلته معايا قبل كده في القاهرة 360، هو الأستاذ وليد البطوطي، ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. وصديق اتعرفت بيه النهاردة وهو متجه قريبا جدا أيضا إلى الولايات المتحدة لمجموعة من المحاضرات، وهو الأستاذ أكرم علام، المرشد السياحي والمحاضر الدولي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ وليد. يعني قوتنا في هذا الجزء اللي احنا يمكن حضرتك خدتها والأستاذ أكرم واخدها والبعض اللي مش كتير واخديننا ورايحين بيها على أمريكا وغيرها من البلاد، احنا فعلا إزاي مش منتبهين للكلام ده؟ حتى لو ما كناش منتبهين أدينا بننتبه. يعني مثلا أقول لحك خبر جميل، مثلا مبدئيا قبل ما أجي لحضرتك لسه بره فتحت لينا زميل في فيينا، أستاذ محمد فاروق مرشد زميلنا عايش في فيينا وبيدرس سياحة في الجامعة هناك. قرر كان عنده مناسبة يعني خاصة، فقرر أنه هو يهدي يوم ويروح يقف أمام القسم المصري في متحف فيينا وياخد أبناء المصريين وأصحابهم من الأجانب. وهو راح وما كانش عنده أمل أن ناس كتيرة هتروح، وفوجئ بهذا الكم من الأطفال. الأطفال مفتاح مهم جدا جدا جدا. الأطفال طبعا أطفال مهمة جدا. أنا الشهر اللي فات ده حضرتك جات لي فرصة، أنا عندي مجموعة محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة كانت في ولاية ميشيغان، رجل أعمال كبير جدا رون وايزر، والراجل ده حضرتك دعا 186 واحد حضروا المحاضرة، وهو عامل نموذج أهداة لزوجته من الماسك بتاع الملك توت عنخ آمون. ولو حضرتك تشوف كمية الاحترام ساعة ما أزاح الستار، لأنه بتاع نموذج مشابه تماما، كمية الاحترام اللي والكلام اللي قالوا على علينا وعلى مصر، أنا ما كنتش عارف أتكلم بعد ما هو قدمني واتكلم على مصر وقال مصر بلد بتعمل تاريخ. يعني الكلام ده أنا بقوله، لكن فوجئت أنه هو بيقوله للضيوف كلهم، وقال للناس كلمة حلوة قوي قبل ما يبدأ يتكلم: قوموا أقفوا احتراما لحفيد أهم وأقوى حضارة جت على وجه الكرة الأرضية. بدون مصر ما كانش يبقى فيه عالم. ده واحد امريكاني اللي احنا ساعات بنقول نروح عندهم. رحت عملت محاضره في المتحف. لا على فكره احنا ما بنقولش حاجه عليهم، بالعكس احنا بنقول كل خير عليهم. احنا عندنا مشاكل مع حكومتهم مظبوط يعني. اذا نتعامل مع الناس ونروح ونجبرهم ونضع بص هيك تاتشات صغيره. انا رحت السميثسونيان ميوزيوم عملت محاضره هناك قويه جدا، وعملت واحده كانت في نيويورك. قبل ما اروح بتاعت في نيويورك دي رحت ازور المتروبوليتن بالتنسيق مع هيئه تنشيط السياحه المصريه ومكتبنا في نيويورك، وادوني شنطه كبيره جدا مليانه هدايا، وقررت ان انا ابقى موجود هناك الساعه 9:30 الصبح، وما فيش حد دخل قسم المصريات في اليوم ده الا ما كلمته يا قاتل يا مقتول. فبالصدفه البحته حضرتك طفل صغير بيسال امه سؤال،
فقلت لها اقدر ارد عليه وانا باصص على الفاترين لانه امريكا صراحه في حساسيه كبيره جدا عشان اتكلم. فقالت لي تعرف؟ قلت لها انا مصري ودي شغلتي. قالت لي ارجوك رد عليه. كلمت مع الولد وقلت له، فقالت لي عندكم في مصر الدكتور زاهي حواس وتعرفيه؟ اه ده انا اعرفه، ادي صورتي معاه. قالت لي ابني كل حلم حياته عنده 6 سنين بيحب مصر وبيحب زاهي حواس وبيتفرج عليه على طول. طب ازاي اللي عنده 6 سنين ده جاب مصر منين ده؟ بيليف ات اور نوت حاجه تلفزيون بقى من الناشونال دراسه بيدرسوها بيدرسوا مصر وبيدرسوا. بس هو الولد بقى اللطيف انه خلاص الست، انا حاولت اتصل بالدكتور زاهي تليفونه ما ردش. فتوقعت انه يكون موجود في امريكا. خدت الايميل بتاع الست واهتم اهو ده اسمه شان. شان ده بقى حدوته دلوقتي انه في الاعلام بقى عندهم دلوقتي، وهقول لحضرتك ليه، لانه الذكاء جه من المسؤولين هنا. خدوا الموضوع وتعاملنا معاه. وانا حصل معايا على الفيس تايم ده قناه السويس، اليافطه بتاع قناه السويس، ودي الملحق السياحي بتاعنا في نيويورك، ودي ام شان، وده شان نفسه، دي الهديه اللي الكيس الكبير ده هديه، وهديه محترمه جدا على فكره. ده شعار بتاع المؤتمر الاقتصادي ده ايجيبت. ايجيبت اه ده شعار مؤتمر. الدكتور زاهي كلم والدته بالليل اهي، ده يوم عيد ميلاده، وانا حضرتك هتلاقي صورتي في شمال الصوره فوق. ده كنا عاملين فيديو كول واكرم كان معايا وغنينا له يوم عيد ميلاده، و130 مرشد ومرشده سياحيه مصريين بعتوا له هدايا كروت من مصر وصور، لدرجه انه السي ان ان والمحطه لوكال عنده في البلد بتاعته وجريده تقريبا نيويورك جازيت راحت عملت معاه، ولسه بقى بتتوالى. ليه؟ سيد وزير الاثار لما جيت من السفر رحت عشان اعرض عليه بروتوكول معين مع المتاحف بره، ان مرشدين سياحيين مصريين يطلعوا يتكلموا بره. الفكره كانت ناجحه، الوزير ما تاخرش، وبعدين سمع مني قصه الطفل ده قال يا سلام عيد ميلاده امتى؟ قلت له يوم 21. قال طب ثانيه واحده بسرعه هاتوا اعملوا له هديه تصريح بدخول، بص التنشيط بقى ده التنشيط، تصريح بدخول الاثار المصريه هو ووالدته ووالده من دلوقتي الى 31 ديسمبر. وراح بعد ما يجوا، بص حضرتك مدير المستشار الاعلامي بتاعت وزير الاثار دخلت في الاكونت بتاعي في الفيسبوك، لان ما اديت لهاش الصوره دي، وخدت الصوره دي حضرتك ونزلت طبعتها في محل تصوير وعملت له، ده صورة الكارت فعلا، وادي من فوق انها تحية من وزير الاثار المصري. ده اللي شد انتباه الميديا الامريكاني، ان ازاي في وزير في دولة بيهتم بطفل عنده 7 سنين، ده يوم عيد ميلاده. فاتصلوا بي وبيسألوني في الفيديو كونفرنس، هو انتوا بتهتموا ليه؟ قلت له لانه احنا مصر الجديدة بعد 30/6، دول اصدقائنا بتوع المستقبل، احنا بنبني دلوقتي. شان ده كمان 10 سنين جايز يبقى مسؤول في بلاده. احنا النهارده شان ده 20 سنه. طيب 20 سنه ما يهمش، نبني البنى بياخد طبعًا. حضرتك احنا مش لازم يكون مسؤول، يعني هو انك يكون ليك يعني مواطن سفير ليك، ده في حد ذاته حاجه مهمه. استاذ اكرم حضرتك برضو متوجه ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم، ايه جدولك وهتعمل ايه؟ عندي برضو سلسله من المحاضرات. احنا عاوزين مش بس نكلم الشركات اللي بتجيب السواحل، لازم نكلم الناس العاديين. صح. عندي مجموعه لقاءات، وعندي مجموعه لقاءات في جامعات امريكيه وجامعات كبيره جدا في الويست كوست، وان شاء الله هيبقى برضو في لقاءات صحفيه، وان شاء الله في لقاءات في اجتماعات مع ناس كتير قوي من صانعي القرار هناك. زي ما حضرتك قلت في اول البرنامج، القوه الناعمه، احنا عاوزين نستغل كل شيء ربنا ادهولنا في مصر. مصر فيها حاجات كتير جدا ومميزات ما فيش بلد تانية عندها، يعني ده الاوان ان احنا نستغل كل قدراتنا ان احنا نسوق بيها مصر. مش بس انا قصدي تسويق مصر سياحيا، احنا دلوقتي في كامبين ان احنا نغير صوره مصر الذهنيه عند الاجانب. الاول كان لما حد بيسمع مصر البلد اللي بيعشقوها ودرسوها في المدارس وشافوا افلام عنها او زاروها هم بنفسهم، وجده كان هنا وعمه كان هنا، كان يسمع كلمه مصر يفتكر الحضاره والفراعنه والتاريخ والمقابر والملوك وتوت عنخ امون. دلوقتي للاسف الشديد بيسمع كلمه مصر بيفتكر الدمار ويفتكر العنف ويفتكر الانقلابات ويفتكر المظاهرات. احنا عاوزين دلوقتي نغير الفكره الذهنيه دي، ولذلك انا بطالب كل واحد مصري في مجاله
لو عنده الفرصه انه يقدر يكلم واحد اجنبي، واحد صاحبه، واحد زميله، واحد جار، مش لازم يكون في اوروبا او في امريكا، ممكن جاره هنا ينفعه او يعرف قريبه او صاحبه او كلنا نبتدي نغير الصوره الذهنيه السيئه عن مصر او الغير ايجابيه عن مصر، علشان في الاخر يبقى مصر ترجع تاني لمجدها ولعظمتها في العالم كله. فاكر انا كنت في فرنسا وركبت مع سواق تاكسي، اظن كنا في 2011 يمكن، في اواخر 2011، فبيسالني انت منين. راجل عنده حوالي 80 سنه 85 سنه ما شاء الله عليه، يعني لابس شورت ونازل وسائل التاكسي بتاعه، وبيقول لي، فبقول له من مصر، فابتدى يكلمني عن مصر، فبقول له يعني انت سمعت عن مصر بعد الثوره؟ فقال لي انا جيت مصر قبل الثوره على طول، فقلت له فعلا في 2010؟ قال لي لا، لرواه فاروق، فده كان موجود ايام الملك فاروق، وفاكر مصر من ايام الملك فاروق. طيب احنا واضح ان عندنا سامعين عن ان في حالة بتحصل في العالم عن اكتشاف جديد وغرفة جديدة في مقبرة توت عنخ آمون والكلام ده كله، يعني انا الموضوع ملتبس عندي وعند ناس كتير، اشرحوا لي كده بعد اذنك. هو الراجل اسمه ريفز ده كتب The Complete Valley of the Kings، كتب كتاب، هو عالم اثار محترم، وكان جه حط اجهزة وعمل مسح اللي هو ثلاثي الابعاد في داخل حجره الدفن في وادي الملوك، وقال ان وراها غرفتين، وهو نظريته بيقول انه دي غرفه ام الملك توت عنخ امون، ونظريته بتقول ان دي نفرتيتي. القصه دي مش بتاعت انا كوليد وحضرتك واكرم، لا احنا عاوزين بس الحاله دي، التحرك اللي حصل ده، ووزير الاثار قال لك انا مش ممانع، اهلا وسهلا، اتفضل نعمل مؤتمر صحفي ونجيب علماء الاثار، والدكتور زاهي برضو كتب كده وقال كده ان احنا نعمل مؤتمر ونقعد ونناقش الفكره كويس قوي قبل ما نعمل اي حاجه، والتكنولوجيا الجديده دلوقتي من غير ما تحفر ومن غير ما تعمل اي حاجه. يعني انا فاكر كان من 10 سنين كان لما كانوا عملوا الثقب في الهرم الاكبر، ده كان انا كنت موجود فيه، انا كنت في الحدث ده، انا كنت موجود، والعالم كله بلا استثناء من نيوزيلند لامريكا كان كل العالم قاعد يتابع الخبر ده على الهواء، على الهواء، يعني اخذنا العالم كله كان معانا، بس احنا جوه مصر كنا بنهاجم ده، وازاي عملنا للاسف الشديد في للاسف الشديد في عندنا مهاجمات كتير، وفي عندنا ناس مش فاهم حاجه كتيره، معاول الهدم منتشر. صح ان انا اعمل خرم في الهرم؟ الخرم ده ما ياثرش في حاجه ابدا، لانه خرم صغير جدا، ما ياثرش في حاجه خالص. سموه الهرم جزرة. الهرم من بره بي بي من الناس الزوار الغير يعني مثقفين او متعلمين او عندهم اي اهتمام بالاثر بيأذوا الهرم اكتر من انك تعمل خرم يا دوبك يدخل القلب ده جواه، وده مش عيب، ده مجرد البحث. الاكتشاف اللي حضرتك بتتكلم عليه وليد كان بيوضح دلوقتي، ما فيش فيه اي حفر، ما فيش فيه اي تخريم، ما فيش فيه اي حاجه خالص. اهميته ان ريفز بيقول ان في اوضتين تانيين ظهروا في السكانر ورا غرفه الدفن بتاعت توت عنخ آمون، ممكن المقبرة دي تكون معمولة لحد تاني غير توت عنخ آمون، ولما توت عنخ آمون مات لأنه مات صغير، فأخذوا جزء من المقبرة الأصلية وحطوا فيها كنوز توت عنخ آمون. ممكن يكون لسه في كنوز تانية لتوت عنخ آمون، ما تنساش حضرتك إن المقبرة دي اكتشفت سنة 1922، معلوماتنا الأثرية كانت مش زي دلوقتي، التكنولوجي ما كانش زي دلوقتي خالص. حتى لو ما لقيناش في حاجة في الأوض دي، حتى الأولمبابين ده ممكن يعيد فكرنا الاثري من جديد، يعني هنبتدي نشوف المقابر الثانيه كلها. إن ليه الغرف دي كانت موجوده مش اصلا؟ مش كده بس، ممكن يكون في المقابر الثانيه كتيره. في حاجات ثانيه. في غرف مش معروفه لغايه دلوقتي. فدي ده الحاجه الكويسه قوي في علم الاثار، ان كل يوم في تجديد، كل يوم في ابديت، كل يوم في حاجه جديده تطلع. علم الاثار لا ينتهي، ولذلك الاهتمام العالم بمصر لا ينتهي، لان في كل يوم حاجه جديده. يوميا في علم الاثار في حاجه جديده. وبعدين وزير الاثار حضرتك اجتمعنا معاه، اتكلم انه يعني بره قصه الاثار هو بيشوف عاوز يوظف الموضوع ده ازاي لخدمه السياحه الاقتصاد. ما تنساش حضرتك برضو ان قطاع السياحه ككل هو اللي دفع الفاتوره كامله، يعني قطاع السياحه بالكامل، ففكر كويس قوي. ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول يعني قطاع السياحه تاثر شديد، ولكن ما نقدرش نقول ان هو الوحيد اللي دفع الفاتوره، لان متهيألي مصر كلها دفعت الفاتوره. بس يعني رجال دفعنا الفاتوره العيشيه اكتر، رجال الامن دفعوا الفاتوره طبعا. رجال القوات المسلحه دفعوا الفاتوره، العامل البسيط دفع الفاتوره، يعني في ناس كتير مش بس انتوا يعني بس احنا عاوزين برضو يعني انا في اخر اللقاء ان شاء الله هطلب طلب بسيط بس من بعد اذن سيادتك، من يعني من
مجموعه من زمايلي طلبوا مني لما كانوا عارفين ان انا جاي اطلع مع حضرتك هنقوله، ولكن الوزير قال انا عاوز اخد الحدث ده بغض النظر لو لقينا اوضتين فاضيين حدث، لو لقينا اوض تخص الملك توت عنخ امون حاجه مش عاوز اقول لحضرتك أكبر. حدث اكبر، لو طلع كلامه انها نفرتيتي العالم هتقف توابير في في الدنيا كلها، والخير يعم على مصر ان شاء الله تاني. وزي ما حضرتك قلت في اول البرنامج احنا عندنا كنز رهيب، واللي بقى انا بلفت لان انا جاي من القطاع ده بلفت الانتباه لي ان احنا كمان انا عضو في الاتحاد الدولي وممثله في الشرق الاوسط، احنا معروفين ان احنا من احسن مرشدين العالم، ولكن لسه لغايه دلوقتي وهنفضل كده على طول. بس احنا يعني ما مش شايفين ان ظهر في وسطكم ناس اساءت لهذه المهنه؟ عدد قليل جدا، وانا اقول لحضرتك ده في كل مهنه صوتهم عالي جدا. مش صوتهم عالي، هو الـ في جهات اعلاميه معينه هي اللي علت صوتهم، لكن هم في مجالنا هم صوتهم عالي على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ولا انا عارف ان حضرتك شايف اهو بس هم بيكلمونا احنا، يعني بيكلمونا احنا اللي على الفيسبوك، انما انا قصدي ده في كل مهنه. بس الاستاذ اسامه عشان عندي على هو شايف بيشوف معاك الف حق طبعا، ولازم ناخد بالنا من كلامنا. لا مثلا انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، زميل لينا اسمه عويس من الاقصر، عويس النزهي، عويس النزهي عمل كامبين لوحده مع نفسه كده، كل يوم بيحط 3 4 صور من ورا العقل والخيال على الفيسبوك. بدات في مواقع بره تاخد منها لان الصور حلوه مش قادرين يقاوموها فبداوا ياخدوا منها. ام الولد ده كل يوم بتحط صوره دلوقتي عن مصر، خلاص يا تمام سيمت بمصر. احنا عاوزين نرجع الحاله دي صح. الراجل اللي في فيينا راح عمل كده، الزميله لينا خديجه دي راحت كان في المانيا بالصدفه لقت معرض لتوت عنخ امون، راحت قعدت جواها بتتكلم الماني احسن من الالمان، قعدت تشرح للناس كلها اللي طب جوه. فين انتم من لما بنشوف المعارض اللي معموله للسياحه، وبنشوف طبعا مع كل الاحترام طبعا لموظفي الوزاره وموظفي الدوله اللي يتواجدوا طبعا، لكن ليه ما بتتواجدوش انتوا جنبهم؟ يعني ده سؤال جميل جاي. سؤال جميل جدا، احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده قريب قوي مع الجهات المسؤوله. يعني الحمد لله بموافقه السيد وزير الاثار، وده قرار حكيم جدا، المعارض الاثريه المصريه هتجوب العالم تاني من جديد. ودي بتعمل دعايه فوق الوصف والخيال، وبتعمل شغف كتير بمصر وباثار مصر. مع المعارض دي بيطلع طبعا ناس اثريين من وزاره الاثار. احنا بنطالب ان يطلع مع كل معرض من دول مرشدين مصريين اكفاء منتقين بحسب لغه البلد اللي فيها المعرض بالظبط، يتكلموا لغه ويقفوا كل يوم او وات ايفر يعني يتفقوا عليه في الاسبوع ويحكوا عن الاثار دي. مع احترامي الكبير قوي للاثريين، الاثري بيقول الاثر ده ايه، المرشد السياحي بيخلي الاثر ده ينطق. فاحنا محتاجين واحد من المرشدين حسب البلد اللي رايح، ايطاليا يروح واحد بيتكلم ايطالي، اللي في اليابان يروح واحد ياباني. مش حاجه مكلفه قوي يعني، ما اعتقدش انها مكلفه خالص. الفايده بتاعتها السياحه لا نهايه لها، هيحكي ده لكل الزوار. بس انت رحت فعلا عند واحد اوريدي مهتم بمصر اكيد، فراح حضر سواء كان معرض او حضر كان متحف او دخل في قسم المصريات، يعني هو واحد عنده اهتمام باي درجه من الدرجات، فهتتكلم معاه هتجيبه. انا يمكن سبت لهم كام صوره في الكنترول، لو حضرتك تشوف في المتروبوليتن حجم الشهر اللي فات ده كان شهر الصين، اليافطه بره شهر الصين، الزحمه كلها في القسم المصري، الكتف في كتف، ان هي زحمه رهيبه. فما بال حضرتك لو كنت حطيت 5-10 زي كده من اللي كانوا بيكلموا الناس، بيكلموا كويس وكلموا الناس كويس قوي، الناس تقول لك طب نروح مصر، طب الدنيا امان عندكم، طب مش عارف، بيسالوا طبعا. بتخلق وعي كمان. نخلق طبعا. لو رحنا هو جاي لي جوه قسم المصريات، على فكره احنا العلم الوحيد اللي في العالم فيه ماجستير وبكالوريوس ودكتوراه وكل حاجه اسمه ايجيبتولوجي. طب ما في ساينولوجي برضه الصينيات دي معرفهاش، يعني حدود علمي اللي فيه بس ده حديث في فعلا يعني انا يعني علم حديث. يعني الله يرحمه محمد شبل المخرج صح. العظيم كان دارس ساينولوجي في السبعينيات بس ده علم حديث مقارنه بالمصريات لما نقارن الحضارات كلها ليها انجازات يعني هائله في تاريخ الانسانيه، لكن ما فيش اي حضاره في العالم اسهمت في التاريخ الانساني زي المصريين. وعشان كده الحضارة المصرية هتفضل طول عمرها هي الأم وهي الرائدة، لأن حياة كل البشر على وجه الكرة الأرضية تأثر بالحضارة المصرية. سواء في الفن، في العمارة، في الأدب، في الدين، الحضارة المصرية لها تأثير
هيفضل طول الاجل. احنا لينا محاضره كنا بنعملها السنه دي في يناير بره في اوروبا، قال الاستاذ اكرم، ومصر where it all began، كل حاجه بدات في مصر. فمن ضمنها بنوري، الاستاذ اكرم دايما بيوري صوره قط وفار، ده رسم فرعوني قديم، قط وفار، بس القط هو اللي بيسيرفيس، بيقدم قرابين للفار. فبتجيبها بهيومر وتقول لهم تمن جاري، تمن جاري، الناس بتضحك جدا. وتوريهم ان كل حاجه بدات عندنا. تعرف حضرتك ممفيس كانت محاطه بجدار ابيض، الوايت وول، وده سبب تسميتها، وسبب تسميتها والانب حج اللي هو ده، كويس. بتاخد الحاجات دي وتوظفها لما تروح لبره، الناس تقول لك طب احنا، انا السنه دي في ولايه ميشيغان في عدد كبير جدا من الناس حجزوا، وانا بقول كلمه حجزوا، جايين مصر في ديسمبر، في ناس جايه في يناير، خلاص دول جم ان شاء الله. مع الوضع اللي احنا فيه ده احنا محتاجين نتحرك. سيد وزير دور بس على اي حاجه خشب جنبك كده وامسكها عشان ان شاء الله. لا ان شاء الله، ان شاء الله. انا بنبشر الناس. طب انت حضرتك فرجتني صوره كده واحنا في الفاصل ما بين اللقاءين، فرجتني صوره لقناع توت عنخ امون، وقلت لي هقول لك على حاجه على الهواء عن القناع ده. انا عارف قناع توت عنخ امون، فمش فاهم الراجل ده. الراجل ده مين؟ ده توت عنخ امون، ده قناع توت عنخ امون. ده راجل امريكاني اسمه ران وايزر، ومتيم بمصر بشكل غير طبيعي. عمل القناع ده صورة طبق الأصل في الحجم والوزن وكل شيء، وغطاه وعمل بيه. ده سبب ان انا رحت اديت محاضرة عنه، وكان مغطيه وقدمه بطريقة يعني جميلة جدا. هو اهداه لزوجته، وبعدين فوجئ ان في ناس بيقولوا له طب لو حبينا يعني نستعيره للمتاحف، لانه القناع المصري ما يخرجش. فقال انا ما كنتش عامل حسابي، لان ده قاعد مقتنع في البيت، ولكن انا هطلعه يروح المتاحف اللي عاوزينه الإقليمية، والعائد يروح للمتحف المصري، المتحف المصري الجديد، مش لمراته يعني. لا لا لا، مش لمراته. ده بيحب مصر جدا الراجل. البتاع يعني الصور اهي، هو حاجه من ورا العقل والخيال. بس كون ان انت حضرتك تقف وسط 186 واحد، من ضمنهم مثلا الرئيس مجلس اداره او السي او بتاع شركه ام تراك بتاعه القطارات بتاعتهم، صاحب شركه طيران، ناس كتيره جدا. الراجل النهارده هو بيكلمني تقريبا كل 3 4 ايام اول اي خبر ينزل عن مصر. فبيقول لي النهارده كان بيكلمني انه الجرايد الاقتصادية كلها في أمريكا بتتكلم عن السيسي، والسيسي عمل إيه ورحلته، وهو دلوقتي فين. الراجل متابع كويس. مش هو بس، هو حضر المحاضرة بتاعتي الكونجرسمان بتاع ولاية ميتشيغن كويس، واتكلمنا تطرقنا إلى سياسة. في معلومات مثلا الناس في أمريكا، الناس تتعجب جدا، الناس مثلا ما تعرفش مين أخو أوباما. تخيل ان حضرتك ملك ما حدش يعرف عنه حاجه. انا لما اتكلمت الناس كلها مسكت تليفوناتها وقعدت تعمل جوجل، ما كانوش مصدقين اللي انا بقوله. وانا مش مصدق ان هم ما يعرفوش المعلومه دي كويس، ولكن قلتها لهم. هناك هم مهتم بشؤونه الداخليه، يعني هو مش مهتم قوي بيك الا في الحته دي، يعني يمكن يهتم باثارك، ولكن سياستك دي ما هياش على الرادار بتاعه. ولذلك مصر عندها ميزه نوعيه نضيها بيها اي شعب في الدنيا، ان عندنا الاثار دي وعندنا التاريخ ده، فمفيش حد يقدر ينافسنا فيه. على ذكر الكونجرسمان بتاع ميشيغان اللي حضرتك قلت ان هو ممكن يبقى صديق لمصر، امبارح كنت بتكلم عن نائب برلماني اسمه كوازي كوارتينج، ده في البرلمان البريطاني، وكان كتب مقاله اول امبارح بيتكلم فيها عن مصر، بيقول ان لابد من دعم مصر. يعني لو رجعنا لحلقه امبارح موجوده على اليوتيوب هتشوفوا الكلام اللي قاله. لكن الحاجه اللي عايز اضيفها ان كوازي كوارتينج هو واحد من المجموعه اللي هي جوه الاي اي بي جي او الاول بارتي بارلمنتري جروب، اللي هي مجموعه اللي بتمثل كل الاحزاب في البرلمان البريطاني، اللي بتجابه النهارده جبهه الاخوان اللي بيحاولوا من خلال نواب اخرين ان هم يقفوا ضد زياره الرئيس السيسي لبريطانيا. فاحنا في عالم النهاردة محتاج الكثير من التوازنات، محتاج الكثير من الأصدقاء الدعم. في معرض أعتقد في خلال أسبوع أو 10 أيام في فرنسا، هو معرض آثار مصر، المعهد العربي، المعهد العربي الآثار الغارقة، في أكثر من 100 قطعة طالعين ذو قيمة فنية عالية جدا. ونأمل برضو أن المعرض دوت يساهم في جذب الانتباه الفرنسي والأوروبي لمصر. دي قوة ضغط،
ما حدش في الدنيا عنده اللي عندنا. في معرض في اليابان هيكون كويس، معرض اليابان، سنتين. معرض اليابان طالع لمده سنتين وهيلف 9 مدن في اليابان، هيلف 9 مدن في اليابان. هل اليابانيين محبين قوي للمصريات؟ الى اقصى درجه، الى اقصى درجه. ما بنشوفهمش هنا في جامعه، مع ان احنا بنشوفهم في كل مكان في العالم. في جامعه واسدة في قسم مصري طيران. طيران احنا لينا واحد زميلنا قاعد في اليابان، فتحي اسماعيل. فتحي اسماعيل ده مرشد سياحي ياباني درجه اولى، من احسن المرشدين السياحيين على مستوى العالم، وعايش في اليابان ويتكلم اللغه اليابانيه بطلاقه ويفهم، واهم حاجه بالنسبه لي انا يفهم الثقافه اليابانيه كويس. بيجهز من النهارده، شوف حضرتك النهارده بيشتغل للمعرض اللي لسه هيروح اليابان ويبدا ويقعد سنتين، بيجهز له هو هناك، هو هناك لصالح شركات ياباني. هي دي القوه النعمه اللي عاوزين نشغلها احنا ونزقها. بس حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ان انا اتكلم بلغه اللي هناك، مش اللغه المنطوقه ولكن ثقافه اللي هناك. ده حقيقي. هو بيتعامل ازاي وبيخش جوه بيئه عامله ازاي ان هو يبقى قابلها؟ يعني النهارده اللي هعرضه جوه متحف في اليابان غير اللي بعرضه جوه متحف بريطاني او اكيد، وطريقه الوصول ثقافيا لكل جنسيه مختلف تماما. انت عارف حاجه نفهمها في شغلنا. انت عارف يا اسامه بيه، وانا في ولايه ميشيغان بعد المحاضره الناس بقى بدات تتكلم، فكان انا زوجتي كانت مسافره معايا فبتتكلم، فاتنين واقفين وراها بيتكلموا بالالماني. فبتقول لها بصي المصريه بتتكلم بالالماني، بتقول لها بصي المصريه بتتكلم انجليزي ازاي؟ فرحت مراتي رد عليها بالالماني، فالست انبهرت جدا انها بتتكلم الماني، قلت لها لا وبتتكلم فرنساوي كمان. الست المصريه مبهره جدا جدا بره، بالذات لما تكون مثقفه ومتعلمه ونموذج كويس. عندنا النماذج دي، بطالب الدوله من خلال حضرتك ضروري استغلوا ووظفوا المرشدين، مش بس بقى النهارده جوه مصر، بره. لانه انا قبل كده كنت اتكلمت مع سيادة مشير وقت الحملة بتاعته، قلت له يا فندم احنا بنضرب في العمق، احنا بنتكلم بره. انا عندي عدد من زملائي من المرشدين السياحيين مش بس بيتكلم اللغة، ولكن زي ما قلت لحضرتك عنده الطلاقة في اللغة وعنده الثقافة بتاعت، فهو عارف الناس دي بيكلمها ازاي. انا قلت لحضرتك لما جيت اكلم ما كلمتش الطفل مباشرة، ما ردتش عليه، وانا باصص للفاترينا وما بكلمتش الست ولا بصيت لها اقدر ارد عليه. لان انت لو تعاملت بمبدا بتاعنا في مصر ومسكته من هنا تعالى حبيبي كده تتاخد على طول على السجن. ومعظم المرشدين كمان عاشوا بره او اتولدوا بره او درسوا بره، فعارفين الثقافات كويسه قوي بتاعت اللغه اللي بيتكلموا بيها. دي حاجه مطمئنه جدا. المجموعه اللي هي الكويسه اللي راجعه دلوقتي، وفي اهتمام. لا، وزير الاثار عزمنا في المتحف المصري الجديد، كان عامل مؤتمر عالمي وعزمنا وعامل لنا محاضره كمان عشان نشوف المتحف الجديد ده، وفي اخبار رائعه عنه على فكره. في متحف الحضاره، وحضرتك متحف الحضاره طبعا استضفت الدكتور خالد العناني. دكتور خالد العناني كويس، اقصد في شغل. احنا هنقعد نبص على السلبيات؟ لا، انا بقول لحضرتك تعال نبص على الجزء المليان من الكوبايه. في شيء جاي لقدام كويس، في خير جاي يمكن في نص شهر 9. عاوزين نبقى ايجابيين، نبص نبني على ده نظره ونبني. هو يا ريت واحنا طالعين، يعني مصر اصلها ايه؟ حته واحده كده على بعضها. يعني يا ريت واحنا طالعين ليه ما ناخدش معانا فيلم سينما من افلامنا الحلوه نعرضه على الناس؟ ان شاء الله يا رب، حتى لو كان من افلامنا الابيض واسود، واحد من افلامنا الجديده. يعني وعندنا افلام رائعه جديده، مش كلها بتدور في الحواري والمخدرات في الدعايه السياحيه. عاوزين نقول للعالم ان مصر مش اهرام ابو الهول بس، حقيقي مصر فيها كل شيء. انسان مصر، كل شيء المصري نفسه. عاوز اقول لحضرتك بس نرجع لقناه السويس تحديدا، انا كنت موجود يوم الافتتاح في تايم سكوير. اوكي. نيويورك. لما كانت الشاشه الرئيسيه، ربنا يبارك له هوفر بقى، انا ناس قالوا لي الحكومه هي اللي كانت عامله كده، ناس قالوا لا رجال اعمال، ناس قالوا لا ناس من هوفر، كله رجال اعمال اللي اشترك في ده، كل اللي اشترك في ان الشاشات كلها تبقى فاتحه قناه السويس وقتها. وكانوا بيذيعوا عن اهي الصوره دي، بص حضرتك طبعا مش عاوز اقول لك الصوره دي تحديدا، كان في ستات كويته بحييهم واماراتيه بيزغرطوا، واحده انا كان معايا علم بس هي خطفته ساعه البتاع دي عشان تصور بيه. اهو خطفوا العلم ده، المذيعه مصريه بيذيعوا عن قناه النيل، ست خطفت مني العلم وقعدوا يزغرطوا ويرقصوا بيه في الشارع. احساس بقى مش عاوز اقول لحضرتك على الافتتاح حاجه، وانتوا هنا كنتوا عايشين في العظمه والاحساس الجميل كل حاجه، انما المنظر ده ومنظر الطفل
اللي كان على اليخت مع الرئيس محروس. عاوز اقول لحضرتك ده بقى مش عاوز اقول زغاريت وزيتة وتسقيف. انا كان في طفلة عائلة كده لابسين لون فسفوري زي لون القميص بتاعي، فرحت وقفت معهم عاوز اتصور معاكم وبنتهم، ووزعت دبابيس. انا عاوز كل مصري يسافر ياخد معاه علم مصر ويبقى كلنا عندنا ظاهرة العلم دي، ان احنا دايما لما نسافر ندي العلم ونتكلم عن بقى اهو البنت دي، بص حضرتك لابسة ده البن بتاع ايجيبت بتاع هيئة التنشيط، واديتهم بعد كده ميداليات، كانوا وزارة السياحة مديها لي ميداليات ملك توت عنخ آمون وي 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 وي. عملنا كل الكلام ده وهنعمل. والسيد وزير الآثار قال بالنسبة لي ما هيش مشكلة ان انا اخاطب كل المتاحف اللي على وجه الكرة الارضية اللي عندها قسم مصريات، ونتفق على ميعاد ونبعت مرشدين يقفوا في الاقسام دي يتكلموا، لان هو جاي لي عندي، وان شاء الله وزارة السياحة هتتبنى. وزارة السياحة يعني مدية جي دبليو تي حملة ب 22 مليون دولار، يعني لو بقى بند من ضمن البنود دي يساوي 5% بس منها لموضوع المرشدين السياحيين، ياريت. ده تبقى يعني احنا بس عاوزين نعمل يعني في دعايه هتطلع كويس قوي، في حمله مبشره جدا ان شاء الله هتبقى لانش قريب قوي، وكلام مبشر جدا، وسيد الوزير في منتهى التعاون بيشتغل بدون مش عاوز دعايه او بدون حاجه ونتائج، وان شاء الله هتظهر مدويه. لا انا قصدي مش عايز دعايه لنفسه، لا مش عايز لكن دعايه البلد بره، لا هو ماشي كويس، لان عايزين الناس تبقى برضه واصل لها. احنا بس عاوزين ان لما نعمل حاجه نعملها مظبوط، كفايه تجارب بقى. كفايه تجارب، لما نعمل حاجه نعملها مظبوط، مش عارف تعملها سيب غيرك يعملها. يعني مع احترامي الشديد في مرشدين كويسين جدا رائعين على المستوى العالمي، لكن في مرشدين ما يستاهلوش. يعني عندنا كده وكده نبني طريق كويس قوي قوي، لكن في طرق وحشه قوي، في مستشفيات رائعه وفي مستشفيات وحشه قوي. يعني عايزين نعمل كل حاجه يعملها يكون واحد فاهم الموضوع اللي بيعمله ده. انا بقول لحضرتك الموضوع ده علشان في طابع بريد صدر الاسبوع اللي فات برضو، يعني فضائح حياة البريد على الشاشة دلوقتي كترت قوي. الطابع ده مش عاوز اتكلم عن تصميمه، لان التصميمات الظاهر ان هم ما عرفوش طوابع ولا بيجمعوا طوابع ولا يعرف عن ايه طوابع. المعلومة اللي عليه غلط جدا، يعني حاطين الشخص الجالس اللي لابس ابيض ده، طبعا اي واحد عارف تاريخ يعني يدرس تاريخ عارف ده اصدار 2015 ووراه ازيس ونفتيس، وكاتبين تحته حابي اله النيل. اله النيل، انا مش شايف حابي خالص في الصوره، حابي مش موجود اصلا في الصوره، وحابي اله الفيضان. حتى شوف حضرتك الكلام اللي تحت مكتوب في الازرق ده مش باين، الشعارات اللي موجوده على اليمين مش باين. القوميه لانقاذ نهر النيل، يعني خلونا عاوزين نخلي حتى حاجه زي كده تخدم البلد، تخدم السياحه. الطوابع دي يا استاذ اسامه في ملايين وملايين من هواة الطوابع في العالم، لما يحلهم حاجه غلط كده ليه؟ ودي حاجه مش هتكلف حاجه خالص، مش هتكلف حاجه خالص. يعني انا قصدي اللي يعمل حاجه يعملها مظبوط. الكلام ده على السياحه، الحملات الدعائيه اللي هتحصل دي. طب خلينا بس نقول لسياده الوزير خالد نجم، لان هو يعني كان رئيس هيئه البريد وهو مهتم جدا بالبريد، هذا الطابع اللي معمول لانقاذ النيل هو في راي المتخصصين ان المعلومات بالصوره باللي موجود عليه كله ملوش صله ببعض، أرجو سحبه، وأرجو أننا لما نيجي نعمل حاجة زي ده بسيطة جدا، الأستاذ وليد والأستاذ أكرم وفيه زي منهم عشرات متطوعين، هم قالوا لكم الصورة الصح هي، المعلومة الصح هي، الألوان الصح هي، والله تمام 10 على 10. طالما عايزين نتكلم في حاجة فرعونية، عايزين نتكلم في حاجة اتجاه تاني، في برضو عشرات المصريين في كل مجال متطوعين. انت عارف ستك احنا رحنا من ضمن، احنا اجتمعنا مع السيد وزير الاثار 3 ساعات قدامنا من وقته، 3 ساعات مهمين جدا، من ضمنها كان السيد الوزير وافق انه يتعمل اصدارات اكرم، الاستاذ اكرم يعني بيجمع طوابع بس ليه تصنيف عالمي. فاتفقنا انه هيتعمل مجموعات من الطوابع اصدارات، وهو بس هيبص عليها. ليه؟ لانه في كام واحد بيقول امريكا فيها 30 مليون واحد مسجلين في جمعيه الطوابع. ده اقتصاد تاني خالص، اقتصاد هو الاقتصاد يعني سوري اللي هو ليهم اقتصاد تاني خالص، ملايين بتتصرف ومزادات في كل العالم، حاجات اللي طلع منها مزادات في كل العالم وحاجات يعني عالم اخر. لازم نعمل الكولكشن ده ونعمل حاجات جديده ومنتج مصري. النهارده احنا لما امتنعنا حضرتك، ودي مهمه قوي، لما امتنعنا ان احنا نطلع الاثار بعد 25 يناير طلعت لك الاصوات واثارنا طب ما بترجع تقعد في المخازن منك له، ارحمونا.
كويس. وبعدين السيد الوزير السيد الوزير ايه خدنا ورينا حضرتك تكنولوجيا جديده في مكتبه، عرض حط حضرتك على عنده زي تمثال صغير كده شكل سمكه، وخدوا بصوا فيه، بصينا فيه حاجه حديثه ما فيهوش حاجه خالص، اتاري جواه علامه مائيه احنا مش شايفينها خالص، بصمه الكترونيه بتبان بجهاز معين. لا مش بس كده، راح الراجل مشغل الكمبيوتر بان عملي، قال بقى بصوا تحركها حضرتك من هنا لهنا تنور وتقول لك راحت من فين لفين وتحركت قد ايه وعلى ارتفاعات ايه، احداثيه حاجه من ورا العقل والخيال. وهم اوريدي شغالين الكلام ده بيعملوه، برضو وزير الاثار ما بيتكلمش وما بيعملش لنفسه. بعد اذنك يا وليد، البصمه الالكترونيه دي هتنهي الجدل بتاع سرقه الاثار، وخرجت امتى وما خرجتش، امتى وما راحت المخازن ولا ما جالتش، ودي راحت فين ودي جت منين، وفي ناس كده يعني واللي كان حصل انا عارف ان هم يقول لك ده فين، الحضاره كان في ناس من اللي جوه كانت يعني اتظبطت وهي بتاخد تطلع التمثال بره تقلده وترجع التقليد وتبقي لا، وفي حاجات بتنزل المخازن وفي حاجات بتنزل للترميم، فيقولوا انا مش شفتهاش في الباترينه يبقى ده ضاع يبقى ده اتسرق على طول. نظريه المؤامره، البصمه الالكترونيه دي هتنهي تماما الجدل ده بتاع ان الاثار اتحركت او اتسرقت او استخبت. سايت بيقول لك لو انت بكره الصبح كمرشد سياحي رايح المتحف، الفاترينا الفلانيه اتقفلت، الفاترينا الفلانيه نزل، لو انت بقى بتتابع بدل ما تخش وتفاجئ، يعني انا النهارده كمرشد سياحي داخل بقول لهم ودلوقتي على شمالكم مش باصص، وهتلاقوا دلوقتي الكرسي بتاع العرش بتاع الملك توت، وانت بص مفيش، يا نهار اسود تلاقي كرسي اتشال راح فين؟ كويس راح الترميم. لا دلوقتي بيعملوا بطريقه علميه وبيشتغلوا بطريقه علميه جدا وبيجهزوا، بس طبعا برضه هيحتاجوا شويه وقت، مصر محتاجه شويه وقت وشويه صبر وشويه تفاؤل والكثير من الشغل. طيب أكيد. عندي بعض الرسائل. ماجي نبيل بتقول لازم نبتدي مع السفراء والشخصيات العامه العالميه ويكون في معارض متخصصه ويشارك فيها السفراء. حسام نجم بيقول القوى الناعمه ممكن استغلالها للترويج ليس فقط للسياحه ولكن لكل مصر ومنتجاتها. الدكتور احمد حسني يقود بيقول ما فائده البعثات الدبلوماسيه المصريه التي تفوق امريكا ومشكله الترويج لمصر ومواقفها حتى فيما حدث بعد فض رابعه وثوره 30 يونيو، ليس دورهم الترويج لمصر سياحيا اضافه للجوانب الاخرى. اقدر ارد عليه في دي؟ اتفضل. حضرتك احنا لما رحنا فيينا رحنا اسف وارسو في وارسو النمرة 2 في السفارة، كان اسمه السيد سفير تامر مليجي، وفي براغ اسمه خالد حسن. من عند حضرتك تاني بوجه شكر معالي الوزير سامح شكري، لو هم دول نوعية الناس بتاعتك بتاعت الخارجية برافو عليك ألف شكر. أولا بيشتغلوا الاتنين، بيشتغلوا سياحة صح. القائم بالاعمال في تشيك، احنا كان عندنا مؤتمر ومصر الدوله الوحيده اللي ظهرت في وسط 80 دوله، احنا الوحيدين اللي ظهرنا لان السفير بتاعنا او القائم بالاعمال وقتها حضر معانا، قدم هديه باسم مصر في تومبولا كده اتعملت بالبزنس كارد للناس، قدمها هديه حاجه شيك جدا، تذكرتين طياره من التشيك لمصر باقامه 5 نجوم فول بورد. إذن مصر كانت بتتحرك وبتوع الخارجيه، لا انا هنا بس بقول لا الناس بتشتغل، الخارجيه بتشتغل سياحه، الخارجيه بتشتغل سياحه، حسينا بده وشفناه، لازم نديهم حقهم يعني بيشتغلوا سياحه. واحنا طب ما عايزين في شعب بس محتاجين نشتغل عليه لانه صعب شويه، ده اكيد الشعب المصري التعليم والاطفال، الشعب المصري تعوية. الشعب المصري يعني حته احنا بنفتخر بالاهرامات واحنا قاعدين بنتكلم كده، لكن لما نروح عند الاهرامات ما بنعرفش نروح الاهرامات، بنشوف الدنيا عامله ازاي وبيحصل ايه والدنيا عامله ايه، وهل احنا مطلوب فعلا انها تبقى يعني لما الواحد بيروح المتاحف اللي بره ما بيشوفش تواجد امني مكثف عشان خاطر يمنع الناس انها تخرب اثار نفسها، لكن احنا بنقعد نخرب اثار نفسنا كمصريين، امتى هنتوقف على اننا نبقى اعداء نفسنا؟ عندنا سلاحين لازم نستغلهم جامد قوي، مفيش سياحه من غير امن مطلقا، الامن ثم الامن ثم الامن، يعني مفيش ما نتوقعش اي حركه سياحيه مزدهره يعني بدون امن قوي واستقرار، ان الدنيا تبقى متامنه، مش معنى متامنه ان انا ابقى كل شويه شايف حواليا ناس بقى في ملف على الشاشه، لكن مش معنى ان انا امن المنطقه ان اعتبر كل واحد فيها حرامي، ما ينفعش.
تأمين محترف، تأمين متوازن، ذو منظر عدم كويس، عدم استغلال للناس، عدم شد الناس من كمهم طول الوقت. الحالة الثانية ان احنا نحسن معاملة الناس للسياحين، ده تعليم واعلام، لازم الاعلام يقوم بحملة يوري ازاي المصريين ازاي يتعاملوا السائح كويس، ازاي ترحبوا السائح كويس، ازاي تتعامل مع السائح، ازاي تتفاعل مع السائح. كل الحاجات دي محتاجين فيها حملات اعلاميه جامده جدا. لكن الامن شيء اساسي الى اقصى درجه. لو كنا عاوزين سياحه وعاوزين اسم مصر يبقى كويس، لابد من الامن يكون له دور مهم جدا جدا جدا. احنا حضرنا حضرتك من كام يوم اجتماع دعينا اليه مع شرطه السياحه والاثار، وشفنا الضباط الجديده. الله أكبر. الله أكبر. اختيار كلهم ناس جميلة جدا، ولاد ناس جدا، وحاجة جميلة جدا، وبيسألوا أسئلة واعية. يعني عندهم يعني واضح إن هم قارين. أقول لحضرتك على حاجة، بس هو اللي بيشتغل في شرطة السياحة والآثار مش ممكن يكون بيشتغل النهاردة في السياحة والآثار وبكرة يبقى شغال في ده موضوع تناقشنا فيه فعلا. طلبنا من السيد المساعد إنه يتم رفع للسيد وزير الداخلية إنه الضباط اللي في شرطة السياحة يعني يقعدوا فيها شوية، يعمروا فيها أكتر، ما يتنقلوش، لأنه ضابط سياحة بيبقى له نظرة. يعني حتى لما بتحصل مشكلة ما بيني أنا كمرشد داخل، الضابط دايما تعرفه كان في ضابط في القلعه عشان بغريب ده، فيقول لك ايه، طب خش خلص شغلك والناس ما لهمش ذنب، ولما تخرج ان شاء الله يبقى كله تمام. تخرج تلاقي المشكله تقريبا اتحلت. انا بدور على الضابط ده اللي هو فاهم كمان هو سياحه، لانه بيشرفني انا مش عاوز اتوتر وانا داخل اشتغل، مش عاوز يحصل لي مشكله. يعني ما ينفعش مثلا انه النهارده تامين الافواج اللي طالع رايح شرم الشيخ ولا مش عارف ايه يوقفك فياخد رخصه السواق بيسايق متوتر. احنا عاوزين نقتل كل الحاجات دي. انا بطالب السيد مساعد اول وزير الداخليه يجمع من خلال النقابه بتاعتنا، يجيبوا 50 60 مرشد ويقعدوا ويحكوا كل المشاكل الأول بمنتهى الحيادية، ويشرحوا الكلام ده ونعرف إيه المعوقات كلها ونقف كلنا مع بعض. تكملة لكلام الأستاذ وليد، لازم كلنا نقعد على ترابيزة واحدة، الداخلية والسياحة والآثار، لأن إحنا الثلاثة مكملين لبعض. إحنا الثلاثة عاملين حلقة. أضيف لك حاجة عليها، اللي هو النهاردة الواحد قلبه بيتقطع لما بيسمع، طبعا لما بيسمع عن أي حادث حصل على طريق سريع بيتقطع، سواء اللي جوه في الحادث ده كان جنسيته كائن ما تكون. ولكن النهارده يبتدي يقول طب الراجل اللي جاي من اخر الدنيا ده هنا عشان خاطر يركب اتوبيس فخم ودافع، يمكن يكون فلوس كويسه وكل حاجه، فالسواق يتهور. انا اللي هقول برشم ولا هقول اي حاجه من تعبان، لكن يتهور او تعبان، تعبان على الطريق، او عنده المشاكل دي، او ان احنا ما حددنالوش المسار الامن تماما يمشي فيه، او ضغطت عليه شركه السياحه ان هو يضغط الوقت بتاعه فلازم يوصل في توقيت زي ده، زي ما حصل في البالون اللي انفجرت في الأقصر. الحاجات دي كلها هنتفاداها ازاي؟ احنا لو ما تفادناهاش هيبقى هذا البلد فيه اهمال، ما تزوروش يا عم. طب اقدر اقول لحضرتك على حاجه، كان عندنا سواق بيشتغل معانا، سواق سياحه بركه طبعا كويس، انا بقول بالاسم اهو، يجيبوا بركه ده مثال لازاي تبقى سواق سياحه. حضرتك الصبح تلاقيه لابس دقنه محلوقه، القميص بتاعه مكوي واخر شياكه، الكرافات بتاعته، عربيته ما فيهاش ريحه دخان، حاجه اخر شياكه. الراجل انا بقول انا بقى بطل بركه، تعالى بطل سواقه وتعالى درب ودرس، اجيب في زي بركه ده 20 30 واحد تانيين. بس في، انا عارف ان في عندنا هنا معهد لتدريب السائقين تابع للسياحه. لا نبقى جدي، في رحت هذا المعهد؟ انا عارف ان رئيس الوزراء راحوا السنه اللي فاتت وانه حاجه فاخرة، وحاطين أجهزة تتابع للأوتوبيسات، والتدريب فيه تدريب جيد جدا. ولكن إيه اللي بيحصل بعد هذا التدريب؟ وده السؤال. طيب كمان الطرق مش مجهزة، كمان السواق مش نايم، السواق مش نايم بيضغطوا عليه. النهاردة حضرتك علشان ما ياخدش أوضة في أوتيل ينام فيها بيروح يويق نفس اليوم، مشوا السواقين الأكفاء عشان كان مثلا ممكن يكون بقى قديم راتبه كبير وقعده في البيت، والنهاردة بيجيب واحد يقول لك أنا سواق، بتعرف تسوق؟ أه بعرف أسوق، وأنا ما بعرفش أسوق ولا أي حاجة. فانا برضو اتمنى انه لو كان في تنسبنا نمره رون وايزر، نفسي حضرتك تسمع صوت واحد امريكاني من اقوى رجال الاعمال في امريكا، يعني يمكن من التوب 10 هناك، تسمع بيحب مصر ازاي. والله حاولنا نتواصل مع الشباب، كانوا بيقولوا ان هم حاولوا يتواصلوا معاه، بس واضح ان هم مش عارفين يعملوا انا بس هقول حاجه، 00 يعملوا بلس 1
والنمره معاهم. اول حاجه على ما يجيوا حاول يجيبوه. في حوادث بتحصل وفي مشاكل بتحصل في السياحه، لازم يبقى عندنا مركز متخصص لدراسه وتحليل كل الحوادث دي. ما نسيبهاش كده تحصل وتعدي ونحقق فيها وتمشي، لازم دراستها، نعرف الطريق وحش، السواق وحش، المرشد وحش، الاكل الشرب، يعني يحصل اي حاجه لازم عندنا نعمل دراسه وتحليلها علشان نتفاداها بعد كده. صح، محتاجين شغل علمي شويه. محتاجين شغل علمي. انت عارف حضرتك المرشدين كلهم عملوا استثمار في ال 20 سنه او ال 30 سنه اللي فاتت، الغالبيه العظمى عملت استثمار في اولادها. الاستثمار في الاولاد كان مدارس لغات، زي ما احنا اتعلمنا مدارس لغات كلنا، زي ما احنا كلنا بيتعلموا لغات، فكل يعني ده الشيء بتاع الطبيعي. فكل استثمر في اولاده. الخمس سنين اللي فاتت دي انا يعني احنا عندنا نقابه شغاله اوريدي في الموضوع ده، ولكن بنضيف كمان كنوع من المساعده والاضافه معاهم، بنطالب المسؤولين ان هم يسرعوا الـ كل ساعه بتعدي على ام او اب، بالذات مرشد او مرشده، عاوزين نوجد حل. المدارس هل احد البنوك يخش يدي قرض حسن مثلا للمرشدين، او ياجلوا مصاريف المدارس، مش عارف تتحل ازاي، ياجلوا مصاريف المدارس لمده سنه او الجامعات الجدول. لو حضرتك عندك بنت في الجامعه الامريكيه هتطلعها من الجامعه؟ مش قادر تدفع المصاريف. طيب لو عندك ولد في المدرسه الالمانيه، او عندك ولد في مدرسه البريطانيه، او في كان كلهم غالبيتهم كانوا عاملين كده، وبالذات انه عندنا سيدات كتيره جدا بتبقى سنجل بيرنت يعني لوحدها، واستثمارها كله في اولادها. فانا بنقول يا دوله رئيس الوزراء نظره، ونظره سريعه بكره رجاء من السيد وزير التعليم. انا عارف انه على حسب ما سمعت انه في عنده امكانيه انه ياخد من 3 ل 5% في المدارس الخاصه، لانه التعليم الخاص انا مش بقول اعفوهم او اعفونا، انا كمان انا بتكلم عن نفسي، ما تعفوناش، ادونا سنه او سنتين، الساحه ترجع ان شاء الله وهتقف على رجليها باذن الله وقريب نجدول، فاهم؟ لان الحاله يعني هم اللي عنده علاج بيتعالج، والعلاج كان قاسي وما عندناش تامين، وبقالنا 5 سنين ما فيش دخل خالص، العملية بقت صعبة جدا. لما تشوف الناس حضرتك الناس بتفتخر بيك ازاي، انت بهيئتك بشكلك بمنظرك، لما الراجل يقف يكلم، كان من ضمن الناس اللي حاضرين حضرتك اللي مش عارف اقول اسم الشركة دي، شركة امريكان يعني، واير بول، السي او بتاع واير بول، ام تراك، يونايتد بتاعت الطيران، من الراجل كان بيقول لي من ضمن اللي موجودين ده مثلا في 12 13 واحد من المليارديرات الكبار، الكبار قوي. كويس، رحت وقفت كلمت لمده ساعتين، ترمي الابره تسمع صوتها، والناس قد ايه بتحترمك وقد ايه عارفين. الراجل قال لهم ده حفيد اهم حضاره على وجه الكره الارضيه، وهو طبعا اسوء عشان كمان تقيل. ما سألوكش طب بس يعني اكيد اسألك حاجات على بتحصل هنا في مصر طبعا دلوقتي، قال لك انت اللي بيحصل انقلابي وحاجات كده سألوني اكيد السؤال ده سألوني، فقلت فحصل فرد فعل ورديت. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، المستشار السياحي بتاعتنا في نيويورك جات لي بعد المحاضره، اول واحده جريت عليا وراحت مسلمه عليا جامد جدا، قالت لي مستر بطوطي انت غول، ايه ده 600 واحد قاعدين مدافع رشاشه ورسائل. من ضمن الفيديوهات، ما اعرفش بقى انا الكواليتي بتاعت الفيديوهات لانها متصوره بالتليفون، كان سؤال عن الدين، فقلت لهم عمرنا ما كنا متحدين زي في الاربع خمس سنين اللي فاتوا، والبابا توادروس بتاعنا، العلامات كلها مهمه، البابا توادروس بتاعنا في مصر قال حرقتوا 72 كنيسة ولا 73 كنيسة، لسه عندي تاني لو عاوزين، بس مش تعرفوا تحرقوا سورة مريم من القرآن. الناس سقفت وبعدين وقفوا، الناس سقفت وبعدين وقفوا. قلت لهم أختي اتصلت بيا، أمي اتصلت بيا النهاردة الصبح وقالت لي حاسب أنت في أمريكا، أنا كنت في نيويورك، عندك 23 حريقة. فالناس راحت القاعة كلها راحت ضحكة، قالوا لي ده في لوس أنجلوس. قلت لهم لوس أنجلوس دي فين؟ قالوا 7 ساعات. قلت لهم شمال سيناء بعيد عن القاهره 7 ساعات، وعن الاقصر 8 وبعدين في اخر المحاضره خلاص قلت لهم على فكره ان امي الله يرحمها ماتت سنه 96. الناس ضحكت، عرفت ان انا كنت بحاول اوصل لهم رساله هم بيعملوا ايه معانا. الاستاذ هاني عزيز قابلته في نيويورك في التايم سكوير، جه كان بيكرم في الامم المتحده،
هاني عزيز كان بيكرم في الامم المتحده ومرضيش واتفق ومرضيش يروح الا لما يكون موجود شيخ لابس الجبه والقفطان بتوعه زي القسيس. استاذ هاني عزيز اعمل حسابك تبقى ضيف الاسبوع اللي جاي نعرف كرموك في الامم المتحده ليه. عايز اقول بس لمخرجنا الاستاذ هلال اللي عندك رساله جايه لك من بيبو، ليه معاليك لما وليد البطوطي بيتكلم عن تايم سكوير ليه سيادتك ما عرضتش الصور على الشاشه وشكرا. فارجو من الاستاذ هلال لانك ما عرضتش الصوره بتاعه التايم سكوير على الشاشه تعرضها على الشاشه مش اللي ورانا، الشاشه اللي الناس تبقى شايفينها كده. لا معلش عليها اعلان اللي عليها الاعلان يا استاذ هلال، انت هتعمل زي الحكومه ولا ايه؟ فوريها لنا كده وعلى مسؤوليتي يا استاذ هلال. انا كنت عاوز اقول حاجه ثانيه يا استاذ اسامه في صور بعيده بخصوص الارشاد كمهنه والمرشدين. احنا 18,000 واحد مرشد من الناس المحترمين جدا اللي متعلمين تعليم عالي جدا وعلى درجه عاليه جدا من الثقافه والعلم واجاده لغات. الصوره هي مش كده؟ مش هي دي الصوره؟ مظبوط. دي التايم سكوير عليها اعلان تايم سكوير. كان في حضرتك على فكره غير الشاشه دي يوم الافتتاح وبالليل كمان كان في بقى 8 شاشات الجولدن ارك. 8 شاشات. الشاشه كمان مهمه قوي بتاعت الناسدك طبعا كبيره طويله دي كان عليها مصر. الناس عينيها بتبقى ما بتتشالش. وعلى فكره الوزير عامل حمله رائعه وهتبقى على الاوتوبيسات كلها في نيويورك وفي شوارع معينه. بص في فكر جاي صح مش عزيز. وبعدين بس الوزير الحالي بتاعنا وزير السياحه من الواضح تماما انه هديك الجنيه بس هتديني قصاده ما يوازيه 10. انا اديتك قبل كده، انا عاوز منتج دلوقتي. طب عشان احنا بس عدينا وقتنا عايز اسمع من حضرتك. انا بس عشان انا بتكلم بس عشان المرشدين عشان احنا برضو يعني ده المهنه بتاعتنا. احنا 18,000 واحد زي ما قلت لحضرتك من دقيقه. تعليم راقي جدا، اجاده لغات يعني كل لغات الارض تقريبا. بقى لنا 5 سنين مفيش دخل. مش بس مفيش دخل، مفيش حد طبطب علينا، محدش قال لنا كلمه حلوه. حضرتك قلت قبل الهوى ان في جهات كتير قوي اتأذت من الاحداث، لكن مفيش مهنه تانية قعدت بدون دخل 5 سنين. احنا قعدنا فعلا بدون دخل 5 سنين. تخيل حضرتك في بيوت مفتوحه 5 سنين بدون قرش دخل. ده ادى الى كوارث عائليه مخيفه جدا، الى كوارث اقتصاديه بالنسبه للمجتمع ده. انتم والناس اللي بتشتغل برضو في الفنادق وبتشتغل في ده، في ناس كتير قوي تم توفيرها وده حضرتك من المشاكل اللي هنلاحظها، لان في عماله كبيره جدا اتسربت. فلما ترجع السياحه عندنا عماله كتيره جدا ناقصه. فاحنا بس عاوزين ان المجتمع يعرف ايه هو المرشد السياحي ويعرف اهميته ايه ويعرف ان دولت بيعولوا حوالي 15 ولا 10 5 مليون عيله في مصر، 5 مليون فرد. عاوزين بس حد يبص لهم بنظره. ايه عندنا كم مرشد سياحي في مصر؟ 18,000. 18,000 بيعولوا 5 مليون؟ كل عيله فيها قد ايه؟ ما 18,000 وغير الناس اللي مرتبطه بقى بالعمل السياحي. لا ال 5 مليون ده قطاع السياحه بالكامل. قطاع السياحه الناس اللي بيشتغلوا في السياحه. نعم. ففي ناس كتير قوي اتأذت. المرشدين بس حاسين بحاله من الغضب الفظيع جدا ان ما حدش يعني بنكلم مين؟ وزير التعليم ولا بنكلم رئيس الوزراء ولا بنكلم وزير الاثار ولا بنكلم وزير السياحه؟ مين اللي يتولى؟ لا وزير الاقتصاد. قضيه وزير الاقتصاد. وزير ما بقاش عندنا وزير اقتصاد من زمان قوي. يمكن رئيس الوزراء يمكن هو ده اللي مخلي بقى الازمه. رئيس الوزراء والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي يعني انت راجل حنين وعاوزين ويعرف المرشدين كويس ويعرف المرشدين. هو قال في الاجتماع انا اعرف المرشدين كويس. فبنقول بس وعارف ايه دورهم كويس لانه قوي. الدور بالذات التعليم يعني الاب ممكن ما ياكلش وممكن ما يلبسش او الام لكن هيعلم ولاده. انما التعليم طبعا. انما حاجه اخيره طالما بننهي عاوزين الاهتمام الفتره الجايه من الاعلام بالسياحه وبالصوره الطيبه. ان شاء الله يتعمل برنامج قوي جدا ويوفر للكلام ده وهيجيب على فكره هيجيب اعلانات وهيجيب دعم. بص خليني اقول لك على حاجه بقى. البرامج المتخصصه في كل قطاع من القطاعات قلتها للناس اللي يعني اصدقائي في قطاعات مختلفه. لا هو عايز يكون المكون السياحي موجود في كل البرامج، المكون التكنولوجي موجود، لكن برنامج سياحي ما حدش هيتفرج عليه غير انتوا. البرنامج اللي عامل لحد ما يزيد الوعي عند الناس فيلا بينا نحط ايدينا كده في ايدين بعض ونشغل السياحه واحنا
يعني ايدينا على كتفكم ان شاء الله. انا اوعدك حضرتك بس انا مش عاوز اعمل لك زحمه على الايميل بتاعك انه كل يوم نبعت لك صوره انت مش هتقدر تقاوم انك ما تحطهاش على الشاشه. انا موافق انا موافق. وكل اسبوع هنعرض عم عويس ده المشروع القومي اللي هيبعتها لنا الاستاذ وليد البطوطي او اللي مصورها الاستاذ عويس او اللي هيديها لنا الاستاذ اكرم ان شاء الله. عندي رساله اخيره ليك بيقول لك مستر بطوطي انت غول. بشكركم شكرا شرفتوني. بشكر الاستاذ اكرم علام المرشد السياحي والمحاضر الدولي اهلا بحضرتك. وبشكر الاستاذ وليد البطوطي موثق الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في الشرق الاوسط. هقول لك كلمه واحده انت غول. هم ما حطوش الفيديو ما ردوش عشان حضرتك كنت طالع فيه من ضمن المحاضرات قلت ان احنا نجحنا في بلادنا. انا بدي محاضره للمرشدين الامريكان ولو احنا نجحنا في بلادنا ان احنا نوصل في الاعلام فمن ضمن الصور كنت حاطط الفيديو على الشاشه كصوره حك فقال لي لا انت هتبقى معاه على الهوا ما ينفعش نحطها. ده اللي بقول لك اشكرك انك وصلت الرساله دي. لا اشكرك شكرا. بشكركم ان شاء الله اسبوع اللي جاي بقى اسبوع احسن من كل الاسابيع اللي فاتت ان شاء الله. نبقى متفائلين لما هنتفائل هيجي لنا كل الخير. اشوفكم الاسبوع اللي جاي. تصبحوا على خير.